مساء النور لجميع، ان شاء الله تكونوا بألف خير وبألف صحة جيدة. شو مخبيكم بكرة؟ ومن هو مولود غدا 20 الشهر؟ مولود 20 الشهر بعدنا مع مولود الجوزاء عتبة السرطان، مولود مرح عطوف، محب للعلاقات الاجتماعية، محب للصداقات للاحتفالات، يحب مساعدة الناس وكريم عليهم، مناور جيد ويعرف كيف يحصل على ما يريد من أقرانه، مولود حساس وشجاع بذات الوقت. في الحب يتفق مع الحمل، يختلف مع القوس. أرقامه 8 و2، ألوانه البرتقالي والأبيض. كل عام وأنتم بألف خير. شو نخبي لكم غدا؟ غدا تغييرات على صعيد العلاقات الاجتماعية والعاطفية عندكم، تغييرات يمكن يأثر عليها الشريك أو في علاقتكم وحديثكم مع الشريك. ممكن يصير بعض الاختلاف بوجهات النظر، ولكن الحب أنتم محاطون به، حبيب جديد قادم لكم وعلاقة جديدة والوقوع في الحب بشكل عميق جدا. هذا الحب ممكن يكون حاليا في بدايته أو يكون شخص من الماضي. بعض الأحزان اللي عم تفكروا فيها رح تروح، مش رح ترجع بهالفترة، ولكن بعد أن ما تكونوا معها في سلام وهدوء. بالتوفيق لكم، كل عام وأنتم بألف خير. عزيزي وعزيزتي مولود برج الحمل، شو نخبي لكم بكرة؟ حمل غدا يوم جيد للاتصالات، للتفاهم، للحديث في مقتنياتكم، في الأشياء اللي بتملكوها، في البيع، في الشراء، اللي حابب يغير أساس، يفرش، يبيع أشياء، يستلم أشياء. غدا يوم جيد للصفقات، للعقود وللعمل. كاش موني جاي لكم بالأيام القادمة. أما في الحب والعاطفة، فالبعض منكم قرر أنه ما بده شريك أو بده يعيش لحاله لفترة، لأن العلاقة فيها الكثير من الصعود والنزول. في العمل خلافات عند البعض منكم وتغييرات في الفكر وطريقة وأسلوب العمل. بالتوفيق للحمل، اعملوا اشتراك، شير ولايك، لقولي على www.mjtaro لشراء القراءات الخاصة. عزيزي وعزيزتي مولود برج الثور، الثور هذا العناد في الحب والعاطفة مش رح يفيد. الشريك مصمم بمتابعتكم على السوشيال ميديا، ومهما طنشتوا أو بعدتوا أو حاولتوا تسحبوا نفسكم، فالهروب مش رح ينفع. الشريك عنيد وأنتم عنيدين بكل الأحوال. التركيز يجب أن يكون على العمل. عندكم نجاحات بالعمل، نجاحات باللقاء، نجاحات بالتركيز على الدراسة أيضا. يوم جديد ومشرق، كثير من الناس رح يتصلوا فيكم، علاقاتكم الاجتماعية عالية، وهناك سعادة في العمل. بالتوفيق للثور. عزيزي وعزيزتي مولود برج الجوزاء، بليز لقولي على www.mjtarot.com لشراء المواعيد للقراءة الخاصة. وكل عام وأنتم بألف خير مرة تانية للأشخاص اللي عيدهم بكرة. جوزاء، خلاف مع أحد الشركاء في العمل أو أحد الزملاء قد يؤدي إلى خسارة، كيف بدي أقولكم، خسارة ارتقاء من مكان إلى مكان، أو تغيير مكتب، أو خسارة انتقال من عمل إلى عمل تاني. بعض الخسارة بتأثر عليكم لبعض الوقت ثم تعود وتتحول لمصلحتكم. السبب أنه هالأشخاص هدول ما بيكنوا لكم الود أو المحبة، وممكن يحاولوا يأذيكم بشتى الطرق. علاقتكم مع الحوت بهالفترة جيدة وإيجابية، ولكن الحوت بحس أنه بده يهتم بنفسه ويبتعد عن الساحة معكم. عزيزي وعزيزتي الجوزاء، البعض منكم لداخل علاقة وهو غير سعيد، أنا الأوان لتلاقوا حل أو مخرج من هذه العلاقة، لأن الأمور للأسف مع أنه الحب موجود لن تتطور إلى الأفضل في الوقت الحالي. الأيام القادمة فيها بشائر، احتفالات وخبر جديد، ملاحقين أنتم على السوشيال ميديا، والأمور في مصلحتكم بناحية الجنس الآخر والكرش أو الأشخاص المعجبين فيكم. حبيب قديم يعود من الماضي وبحاول يوصلكم لأشياء كنتوا بالزمان تحكوا فيها، أو ينقلكم لمرحلة جديدة في الحب والعاطفة. بالتوفيق للجوزاء.
عزيزي وعزيزتي مولود برج السرطان، بعض الملل مسيطر عليكم بالوقت الحالي وتضايق من وضع حابين تغيروا مش عم تقدروا تعرفوا كيف. في موازنة لازم تعملوها إما للتصرف الاجتماعي أو المالي، وبكل الأحوال هذه الموازنة كأنها فرضت عليكم. فئة منكم تاركة بعض الأمور خلفها، حاسة إنه ما قادرة كتير تتحرك ومحبوسة داخل البيت. جربوا طلعوا تمشوا، كونوا مع الطبيعة، خذوا بعض الوقت لأنفسكم. وفئة منكم بالضرورة أن تترك البيت أو تغيره. ما بعرف إذا عم تحسوا إنه في حسد، في عيون، في بعض القوى اللي ساكنة البيت معكم. إذا حاسين إنه حظكم واقف بهالفترة فهيدا ممكن يكون أحد الأسباب. الابتعاد عن الكآبة والحزن ضروري جدا بالنسبة للسرطان بهالفترة. سرطان بليز لاقولي على www.mjtarot.com لشراء القراءات الخاصة والمواعيد المدفوعة. سرطان جايكم بعد الموال، بالتوفيق للسرطان. عزيزي وعزيزتي مولود برج الأسد، أسد اتصالات كتيرة، حركة كتيرة، أخبار رح تجيكم ولقاءات مع أعمار مختلفة بكرة. ممكن تضطروا تطلعوا خارج البيت وتتواصلوا مع بعض الناس. فئة منكم عندها عودة للدراسة والمدرسة، وفئة أخرى لقاءاتها مع الأبراج النارية كتير قوية بهالفترة، حمل، أسد، قوس، وأشخاص ممكن يكون الساعد تبعهم هو ناري أيضا. لقاءاتكم مع الثور والجدي مثمرة من ناحية المال والأعمال، وأموركم بشكل عام جيدة بالنسبة للسفر وتحضير للسفر. لقاء مع الأم ضروري، علما أنه العائلة غير سعيدة منكم بهالفترة أو أنتوا غير سعيدين مع العائلة. عزيزي وعزيزتي القوس، عملوا اشتراك، شير ولايك وسبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار بث مباشر. ببحثكم عن عمل، هناك اتفاق لعمل جديد وامضاء بعض العقود، بعض المال قادم لكم، بالتوفيق للاسد. مولود برج العذراء، عزيزي وعزيزتي العذراء، كلام كتير بامور ماليه ولكن ما عليه اتفاق. خلافات مع بعض الأصدقاء اللي ممكن يساندوكم ماليا، أو الحبيب اللي ممكن يساعدكم ماليا دون الوصول إلى الهدف المطلوب، وتقصير مالي عندكم في وضع البيت والعمل بالوقت الحالي. أفراح كتيرة حواليكم ممكن تدعوا إليها، وأنتم بحاجة للاهتمام من الشريك. الشريك مشغول عنكم هالكم يوم، وبعض منكم يتهم الشريك بعلاقة ثلاثية. فئة منكم بعلاقة مع الأصغر منها عمرا، هاي العلاقة لا بأس فيها بالوقت الحالي علما فيها الكثير من القلقان، ولكن العلاقة مستمرة ومستقرة. حاولوا ما تعملوا مشاكل مع الشريك وابتعدوا عن الكبرياء، أموركم جيدة، العلاقة ممكن تؤدي لزواج، دعوة لزواج وخطوبة في الأيام القادمة، وانفتاح لنجاح في محكمة أو عقود أو صفقات، بالتوفيق للعذراء. عزيزي وعزيزتي مولود برج الميزان، ميزان يوم رائع جيد جدا بكرة، من بداية النهار ايدكم ذهب اطلب تعطى، هناك موازنة، اتفاق مع ناس على سفر، نجاح بالعمل، لقاء مع الحبيب، الحب، هناك نوع من التجانس، التفاهم، وعلاقاتكم الاجتماعية والعاطفية جيدة جدا بهذه الفترة. أما من ناحية الأسرة فعم شوفهم عم بحاولوا يتواصلوا معكم لأنه اشتاقوا لكم، صار لهم زمان ما شافوكم، ولكن بالدرجة الأولى صحتكم تريد بعض الاهتمام. الأشخاص اللي حابين يجيبوا أولاد غدا ليس الأفضل. من ناحية المدرسة عليكم بالتركيز على الدرس، دراستكم منا جيدة، والمتزوجين بهالفترة عليهم التركيز على علاقاتهم العاطفية، خصوصا إذا كانوا متزوجين من الثور، الحمل، العقرب، الحوت والميزان. عزيزي وعزيزتي الميزان، أخبار جديدة، انتقال من مكان إلى مكان، والأحلام ضروري تنتبهوا لها، تكتبوها لحتى تعرفوا ما هي رسائل الكون بالنسبة لكم. لاقولي على www.mjtarot.com للقراءات المدفوعة. شكرا للميزان.
مولود برج العقرب. عقرب، اليوم كان جميل ورائع بالنسبة لكم، بس يا ترى بكرة كيف؟ بكرة بنتظر بعض الاتصالات ممكن تتأخر أو فواتير غير مدفوعة ممكن تطالبوا فيها. حركة مع العائلة تتعلق بالمال والأعمال، بجوز يحاولوا يدينوا منكم أموال أو يطلبوا مساعدة مالية. طلاب الحظ معكم بالفترة الجاية، وعلاقتكم مع الحوت والقوس بدها انتباه. أما علاقتكم مع العقرب، عقرب مع العقرب، ففيها البعض من القوى المتضاربة والمشاكل بهذه الفترة. عزيزي وعزيزتي العقرب، زواج للبعض منكم ألف مبروك. ممكن أوريدي عم تجهزوا البيت أو عم تحضروا للبيت. فئة منكم عندها زواج تاني، سو بجوز كنتم مزوجين ومنفصلين أو مطلقين وهلأ عندكم زواج، بجوز كنتوا أرامل عندكم زواج، شو ما كان الوضع، هناك زواج جديد أو ممكن أنتوا داخلين في علاقة ثلاثية وهناك زواج. عزيزي وعزيزتي العقرب، الأمور المالية بدأ بعض الهدوء والتفكير، وهناك الكثير من النجاحات جاي لكم. ألم بالرأس، الضغط، الأذنين والعيون والمفاصل، انتبهوا لصحتكم. بالتوفيق للعقرب. عزيزي وعزيزتي مولود برج القوس، شو نخبي لكم بكرة؟ قوس، لقاؤكم مع السرطان والثور بهالفترة منه كتير ناجح، وخصوصا لقائكم مع العقرب أيضا. السبب أنه من الظاهر يبدو ناجح، ولكن من الداخل هناك بعض الأطماع والتغييرات. أشياء كتير عم تصير فوق إرادة القوس بهالفترة مما تدعو إلى الغضب. عمل موازنة مالية عم تأثر عليكم بشكل سلبي منه جيد، ولكن العلاقات العاطفية مع الحوت والسرطان جيدة ورائعة جدا. دعوة إلى الحب والرومانس، بس أنتوا ضايعين بهالفترة مش عارفين بأي اتجاه رايحين. البعض منكم عنده خوف، خوف على صحته، خوف من المستقبل، خوف من خسارة، وخوف مما سيأتي بعد. تقولي بالتعليقات ليش عم بصير معكم هيك. عملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب، على الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. قوس، لقاء جيد وموضوعي وإيجابي مع بعض الشركاء رح ينقذكم من مأزق في الأيام القادمة. بالتوفيق للقوس. عزيزي وعزيزتي مولود برج الجدي، جدي العلاقات مع الأطفال بهالفترة جيدة وإيجابية، ولكن الحمل ليس جيد. اتصالات كثيرة تأتي من أصدقاء بحاجة لكم أو يبحثوا عنكم. علاقتكم مع الأسد، الحوت والثور بهالفترة فاترة شوي. أما علاقتكم مع العقرب ففيها بعض التغييرات. جدي عليكم الانتباه إلى الصحة، الابتعاد عن الاكتئاب. دولاب الحظ معكم في الأيام القادمة، وإيدكم ذهب أطلب تعطى. بعض منكم مراقب على السوشيال ميديا، خصوصا من قبل الدلو السرطان، الحوت، الثور والجوزاء. داخل البيت تغييرات على صديع سعيد، تغيير ديكور البيت، مكان البيت، مساحة البيت، أو تغييرات شاملة من الخارج ومن داخل المنزل. جدي، يوم جيد لتاخذوا فيه بعض الراحة، بس في الكثير من المشاكل والطاقة النارية في بيتكم بكرة، حاولوا تكونوا هادئين. وبالتوفيق للجدي. عزيزي وعزيزتي مولود برج الدلو، الدلو التركيز بكرة على المال والأعمال. غير سعيدين بسبب بعض الأمور المالية أو الوضع المادي. يمكن في فواتير بدأ دفع، خسرتوا شغل، حاسين أنه راح تخسروا شغل، أو كنتوا بعمل ووقفتوا لفترة والآن لم يدعوكم للوجود العودة إلى العمل. أموركم مع العائلة والأسرة جيدة، شعوركم بالوحدة بهالفترة غير جيد. عليكم الانتباه بصحتكم، البعض منكم ممكن يكون مصاب وما عنده خبر. عزيزي وعزيزتي مولود برج الدلو، العائلة بحاجة لاهتمامكم، الوالد، الأسرة، الإخوة، الأخوات. انتبهوا من العنصر النسائي بهالفترة، وحاولوا الانتباه للصحة. هيدا تاني تحذير. عملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب، وعلقوا الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. عزيزي وعزيزتي مولود برج الحوت، الحوت السفر ملح عليكم، حابين تسافروا، حابين تخرجوا
من المكان اللي انتو فيه بهالفترة ولكنه متأخر قليلا. كاشبوني جاي لألكن علاقتكم مع الجنس الآخر، خصوصا الرجال بهالفترة بدأ بعض الانتباه والحذر خصوصا مع الحمل والسرطان. علاقتكم مع الأمور العملية والمالية جيدة، إمضاء بعض العقود الجيدة، استلام بعض النقود، ارتقاء في العمل لفئة منكم، نجاح وأنتم في قلب الحدث. أموركم داخل البيت جيدة وإيجابية، حب جديد يطرق الباب، إجا أو بعد جايكم كاش ماني. مبروك للأشخاص اللي عندهم حمل وما بيعرفوا، بليز اعملوا تحليل. ومبروك للأشخاص اللي عندهم قدوم طفل جديد قريب جدا. انتبهوا لعلاقتكم مع العقرب والثور في الأيام القادمة، والدلو عينه عليكم من قريب ومن بعيد. اكتبوا لي بالتعليقات شو عم بصير معكم. بلاقيكم بكرة انتم وباقي الأبراج بيوم جديد وأبراج جديدة. تصبحوا على ألف خير.